انتم مع دكتورة نادية النشار في دكتور مود على الشباب والرياضة 108 FM على الأصل دور. رسائل جميلة جدا من أصدقائنا على الفيسبوك. ميرو آخر العنقود، والله أنا فاكرة سؤالك جدا، وعلى فكرة كنت في بالي بهذا السؤال وأنا بتكلم عن عناصر الاتصال، لأن في التعارف لأول مرة بتكون الخبرة المشتركة بسيطة جدا. هي ميرو فاكرين كانت مهتمة جدا بموضوع جلسات التعارف، يعني وغالبا دي بتحصل كتير جدا سواء في مقابلات العمل أو في الدراسة لأول مرة أو في مقابلات الارتباط والخطوبة. طيب هنا بقى السؤال، يعني أبدأ الكلام ولا استنى؟ أرد بشكل مختصر ولا أرد بشكل مطول؟ أرد بشفافية ولا أداري؟ أعمل إيه؟ سؤالك مهم جدا يا ميرو، حاضر هجاوب عليه حالا. الرضا مفتاح السعادة، محمد عبد التواب صباح الفل عليك، بيقول صباح الفل عليك، والله بشكرك جدا يا محمد، أنت اللي فينك من زمان وفريق العمل كله بيسأل عليك والله، والمستمعين كمان. عايز حلقة عن فن المسافات، مش بس عشان المسافات، لا عشان كمان الفيروسات. شوف فن المسافات دي فعلا فن، واحنا كنا عملنا قبل كده بس من فترة طويلة حلقة عنها، لكن ان شاء الله نعمل حلقة عن فن وضع المسافات. هي كمان ليها كتالوج، ليها يعني كتالوج لازم امشي عليه، المقربين الابعد، علاقات العمل، علاقات الزمالة، علاقات العابرة، علاقات البيع والشراء، دي كلها كتالوج لازم احطه لنفسي والتزم بيه عشان دي مسافات امنه. وعلى فكره المسافه الامنه دي مش مسافه يعني ماديه ملموسه بس، دي مسافه كمان نفسيه، لازم اتعلم احط مسافات نفسيه بيني وبين الاخرين ومسافات فعليه ملموسه بيني وبين الاخرين.